السلام عليكم، معكم سناء في وصفة جديدة، مقارون بلا صوص بلانش. حاجة الأولى نذوبو مغرف صغيرة دهن، ونحطو قرعة كريم فخاش ليكيد، ونحطو فرماج، بعد ما يدوب الفرماج تاعنا نديرو فلفل اسود وقرصة ملح، ونحط المقارون تاعي غليته من قبل ونخلطه مليح. بعد ما يشرب هذيك لاكريم غايه نطفي على النار ونقدمه في طبق التقديم. كانت معكم وصفة مقارون بالصلصة البيضاء، إن شاء الله تنال إعجابكم. بقى عليا غير نقولكم باي باي.